الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائنا بناتنا، يعني اليوم الخميس آخر امتحان، وهو امتحان الرياضيات. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد. يعني اليوم طولوا بالكم هيك، ويعني شد همتكم، يعني خلاص آخر شيء امتحان اليوم، بده طولة نفس شوية، 3 ساعات. الله يعينكم يا رب ويوفقكم ويسددكم. فكما يعني نطلب منكم دائما تروحوا على الامتحان اليوم إن شاء الله مطمئنين هادين، ذاكرين لله سبحانه وتعالى، متوكلين عليه. وبنسألكم يعني وبنطلب منكم طلب، إنه بعد الامتحان، بعد انتهاء الامتحان والخروج من الامتحان، تحمدوا الله سبحانه وتعالى على ما أتم لكم من نعمة. فما كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان يعني من خطأ أو زلل أو نسيان فهذا من تقصيرنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون آخر الامتحان يعني خاتمة خير لكم جميعا، ورب يحفظكم ويفرح قلوبكم ويوفقكم. وانتو يعني هذا التوجيه يعني كانت تجربة، هيكو شفتوا كيف الأمور تجربة لكم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. اللي بيحقق فيها ان شاء الله يعني ما تمنى فالحمد لله رب العالمين، واللي يعني ما بيتحقق اللي بتمنى له او اللي كان بيحلم فيه، فما زالت الفرصة واسعة امامك يعني. فاليوم طولوا نفسكم وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، وبعد الامتحان احمدوا الله سبحانه وتعالى. ويعني هاي المشوار يعني اخر يوم، ورب يوفقكم ويسددكم إن شاء الله. وندعو لكم في يعني في ساعات الصبح الأولى، ندعو لكم بالتوفيق والثبات ويعني والطمأنينة. وأولا وآخرا نقول الحمد لله رب العالمين.